السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متابعي قناة أبواب الثقافة، أهلا بكم من جديد. سرقنا، هددنا، وأغلقت أبواب في طريقنا، ولن نخفيكم أننا حجزنا في العزل الصحي. كيف استطاع الشاب غيث التأثير في كل بيت يدخله من خلال حلقاته في كل يوم من هذا الموسم؟ بل وجعل الكثير منا يبكون من شدة التأثير والتعاطف مع هذه الحالات. كما نعرف أن فريق برنامج قلب اطمئن تعرض في الموسم الأخير للكثير من الصعوبات، خاصة في ظل أزمة كورونا الحالية، وكان آخرها ضرورة دخوله فترة الحجر الصحي وإمضائه 14 يوما فيه، وذلك بعد عودتهم إلى دولة الإمارات المتحدة وانتهائهم من تصوير حلقات الموسم الحالي من البرنامج. فما حدث هو أثناء وجود فريق البرنامج بأحد البلدان العربية، تم منع الرحلات الجوية في أغلب بلدان دول العالم كإجراء احترازي من فيروس كورونا، مما اضطر غيث وفريق البرنامج قلب اطمئن إلى البقاء في آخر دولة كانوا يصورون فيها، وهي على الأرجح دولة الصومال كما قيل في أحد حلقاته. فكان لابد من خضوعه هو والفريق إلى الحجر الصحي لضمان سلامتهم وسلامة أهلهم. ومع كل هذه الظروف الصعبة، ظل غيث وفريقه في العمل داخل الحجر الصحي لينتجوا للعالم هذا البرنامج العظيم المحبب إلينا جميعا. ولكن المحزن أن فريق قلب اطمئن تعرض للسرقة في أحد بلدان، كما تعرضوا للتهديد أيضا، وذلك لأنهم ذهبوا إلى كل البلدان وعدم خوفهم من الخطورة. فالمهم بالنسبة لهم هو إنجاز مهمتهم، ألا وهي عمل الخير ومساعدة المحتاجين مهما كان مكانهم. لكن كل هذا التعب والمشقة يعوضه فيما وجدوه من سعادة في مساعدة المحتاجين، وهو ما شاهدناه في الحلقات السابقة من البرنامج، وعن نظرات الحب والفرح التي نشاهدها في هذه الحلقات، ومطالبة الحالات بزيارة غيث لهم مرة ثانية، وكان يعدهم بذلك. ومن أجمل ما شاهدناه امرأة قررت تسمي مولودها على اسم غيث، تعبيرا عن حبها له ولفريق عمل الخير. وقد أعلن غيث عن مبادرتهم التي سوف يقومون بها في هذا العام. مبادراتنا التي نطلقها اليوم، وهي مبادرة كفالة 10,000 يتيم، زراعة 1,000,000 شجرة، توفير 1,000 مشروع، وإيصال الماء لمليون مستفيد. والمميز في هذا البرنامج أن وجه غيث لم يظهر حتى الآن، وهو ما جعل الناس تظن أن الحلقات معدة بالاتفاق مع الضيوف. والحقيقة أن معدون البرنامج يتخفون ويصورون عن بعد، وأما عن وضوح الصوت وقوته فهم لأنهم يستخدمون معدات حديثة فائقة الدقة يحملها غيث في شنطتها التي يرتديها. كما أن غيث يطالب من الحالات التي يصور معها الوقوف في أماكن يسهل التصوير على فريق البرنامج دون أن يشعر من يصور معه. فيا ليت نجد بيننا 1,000,000 غيث في كل بلد من بلداننا. بحمد الله استطعنا أن نكمل البرنامج بأقل الأضرار، لكن كان وراء كل لقطة قصة طويلة وأحداث كثيرة.